دلوقتي احد مواطني سكان الشروق، نحب نتعرف على اسم حضرتك. اسمي علاء مصطفى. حضرتك ايه المشاكل اللي انت بتعاني منها يا استاذ علاء؟ والله المشاكل دي ادو قدامك، البلاعات دي يعني حصلت قدامي كذا حادثه بسبب البلاعه دي، فبنعاني منها كتير. ايه البلاعات دي سببت لكم مشاكل ايه قبل كده؟ يعني عملت لنا مشاكل كتير، يعني كذا حادثه بتحصل هنا. شبه وفي يعني ازاز المفروض مسلمه بقالها شهور. طب انت اشتكيت يا استاذنا؟ اشتكينا كتير ولا حدش بيرد عليك. يعني رحت للجهاز وعملت شكاوي؟ رحت للجهاز، وبسبب المخلفات دي كمان النظافه المفروض يبقى في مطب هنا مثل الان، عشان اللي جاي من فوق ما يعمل ما يخبطش في اي حد. ماشي، يعني انتوا اشتكيتوا بسبب البلاعات دي ومفيش استجابه. طب انت بتناشد مين يا استاذنا؟ بناشد رئيس الحي. يبص للمكان ده شويه، انتبه لينا. طب ماشي، متشكرين جدا، واحنا ان شاء الله الاستجابه بتاعتك توصل. شكرا يا فندم. ومعانا دلوقتي احد سكان الشروق، نحب نتعرف على اسم حضرتك. مدام حنان. مدام حنان ايه؟ حنان ابراهيم فايز. استاذه حنان، ايه اللي انت من سكان ايه؟ انا من سكان منطقه تسعه المجاوره الثالثه. في مدينه؟ مدينه الشروق. طيب حضرتك دلوقتي ايه المشكله اللي انتوا بتعانوها في المدينه؟ مشكله البلاعات اللي الجهاز سايبها لنا كده، وخطر جدا، خطر على الاطفال وخطر على الولاد. هنا في مدرستين، انا حاليا دلوقتي رايح اجيب ابني من المدرسه. هنا في مدرسه الفيوتشرز الناحيه دي، وفي مدرسه انس ابن مالك، ومدرسه ثانيه الناحيه دي. تمام. يعني ده طريق مدارس. فتخيل حضرتك بقى، كل يوم الصبح اولياء امور وطلبه، كل يوم بعد الظهر اولياء امور وطلبه. تمام. تخيل المنظر دوت، في ثلاث حوادث حصلوا هنا قبل كده بسبب المنظر ده. لا، وكمان ان دي على مفارق كمان. مفارق، ونشدنا الجهاز قبل كده، وعملنا وقفه عند الجهاز قبل كده، وعملنا حاجات كتير لا حياه لمن تموت. طيب انت حضرتك بتناشدي مين؟ بناشد الناس اللي عندها ضمير تصحى شويه، وممكن برضو نناشد الوزير. الوزير هو احنا رئيس الوزراء، المفروض انه ساكن عندنا يعني، المفروض. بس المنطقه اللي هناك حضرتك روح صورها، وتعالى صور هنا وانت تعرف الفرق. ماشي يا استاذه، معلش احنا تعاملناكي معانا، وان شاء الله نكون في لقاء اخر باذن الله. شكرا. ومعانا دلوقتي احد برضو سكان المدينه، نحب نتعرف على اسم حضرتك. انا المحاسب محمد النوبي. حضرتك من سكان ايه؟ من سكان المنطقه التاسعه في مدينه الشروق. طيب ايه المشكله اللي حضرتك بتعاني منها يا استاذ محمد حاليا؟ والله الفتره الماضيه من الاربع سنين اللي فاتوا دول كانوا قهقروا المدينه بشكل فظيع جدا يعني. انا بقالي 20 سنه في المدينه، بس المدينه اتاخرت في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول تاخر فظيع جدا جدا جدا. طب وايه السبب يا استاذ محمد؟ مقارنه يعني قيادات الجهاز مستواهم متواضع يعني، على قد حالهم. تمام. طب وايه المشكله اللي حضرتك بتعاني منها دلوقتي؟ لا، مشكله اللي بعاني منها السكان كلها. تمام. زي ايه؟ بص حضرتك، ادي مثال صغير خالص اهو، يعني قد تكون فخ لانهم عايزين يصطادوا حاجه او كده، بلاعه يعني. دي حضرتك بلاعه؟ دي بلاعه. مغطيه بشويه كتير نخله، عشان تقريبا عايزين يصطادوا اسد ولا حاجه كده يعني. ميزانية مدينة 980 مليون جنيه، مين اللي استلم الرصيفة دي؟ ومين اللي استلم الأسفلت ده؟ طيب مين اللي استلم الإنترلوك دوت؟ يعني طب حضرتك دلوقتي موضوع بخصوص موضوع البلاعة ده، أنت حضرتك قدمت شكوى قبل كده؟ ياه، لا شكاوي إيه؟ أنا حضرتك لو عايز أقول على شكاوي، أنا ليا شكوى موجودة عندهم تكاد تكون اتحنطت يعني من شهر 7 قبل الماضي. يعني مفيش حد بيستجيب؟ لا 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 لا، محدش بيجاوبني. انا كان المهندس محمد ابراهيم سليمان لما ببعت له شكوى بيحترم ادميتي ويرد عليا. تمام. لكن هم ما بيحترموش ادمية حد يعني. طب وانت حضرتك انت شايف سبب المشكلة دي ايه؟ يعني انتوا الاحياء يا سيدي المرافق من الاخر الموضوع قائم على حجم كبير جدا من الفساد. تمام. مش عايزين نضحك على بعضنا يعني، لا امل في القيادات اللي موجوده حاليا. تمام. مش فيهم اي امل من الاخر كده. طيب انت وبعدين حضرتك انا مش عارف المهندس مدبولي على ما يبدو ان هو بيواجه المشكله دي في اكتر من مدينه، فمش عارف برضو يحلها منين. يحلها هنا ولا يحلها في العبور ولا يحلها في القاهره الجديده؟ فطبعا سكان المدن الجديده خلاص بقوا هم الضحيه. هم يعني حضرتك بتناشد وزير الاسكان مصطفى مدبولي تقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له شوف يعني صلاح الدين الايوبي كان يحسن اختيار سفرائه. تمام. كان يحسن اختيار مستشاريه. تمام. الناس اللي انا الجروب اللي شغال معايا اذا ما كانوش على نفس قدر الكفاءه بتاعتي
خلاص معلش يعني الناس هتقيمني بمساعديني مش بي انا، حتى لو كنت انا بارع تماما في في, في يعني في مجال عملي. انما يعني طب احنا هنا فين دلوقتي يا استاذ محمد ولا دلعني فين؟ احنا في التسع عمارات، المنطقه التاسعه دي المفروض المفرق اللي احنا فيه ده مفرق ايه؟ ده المفرق بين المنطقه المجاوره الاولى والمجاوره الثانيه. ده الفرق بين المجاورتين. طبعا المنظر زي ما احنا شايفين المنظر عامل ازاي. حتى لو جه احد السكان يزرع هما بيبقوا ضد زراعته، لو جه احد السكان يغير المنظر يعني الجمال. المنظر الجمالي للمكان هما ضد الكلام ده، يعني هما يعني معلش يمارسون مسبحة الاخضر واليابس، الاخضر قبل اليابس. ماشي، متشكرين يا استاذ محمد، وان شاء الله مع لقاء اخر معاك، وان شاء الله المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنا دلوقتي احد سكان المدينه، نحب نتعرف على اسم حضرتك. انا مدام جميله، اداريه في مدرسه الشروق التجريبي. ساكنه في المنطقه. جميله ايه؟ فتحي العليمي. ماشي، حضرتك من سكان ايه؟ من سكان مدينه الشروق. الحي رقم كام؟ منطقه كام؟ الحي الاول. التسع عمارات. التسع عمارات. حضرتك ايه المشكله اللي انتوا بتعانوا منها؟ بصراحه انا عندي هنا مدرسه، حضرتك مدرسه اشرف الازاز هنا. وطبعا زي ما حضرتك شايف البلاعة على طول مفتوحه من تمام. يوم ما سكننا هنا والبلاعة دي على طول مفتوحه. وايه اللي كسرها كده؟ هم ولا جم؟ هم اصلا حتى لما جم عملوا رصيف برضو سابوا الليله زي ما هي. تمام، يعني هم حتى يعني ما رجعوش الشيء. لا، هم لاص. ما عملوهاش اصلا. تمام، اشتكينا 100 مره. تمام، ان البلاعه دي تتقفل. تمام، وبرضو ما فيش فايده. تمام، طبعا في الدراسه العيال صغيره ورايحه وجايه، وبرضو الخوف عليهم كبير، لكن ما فيش فايده، وناشدناهم اكتر من مره. تمام، لدرجه ان احنا عملنا مشاكل جامده معاهم، وهم ما تعرفش بقى هم يعني ايه. يعني انتوا حضرتك رحتوا الجهاز والاحياء واشتكيتوا؟ رحنا كتير جدا، وبرده ما فيش فايده. تمام، يعني حتى جم وعملوا الرصيفه وعملوا الطريق وكل حاجه وسابوا الليله زي ما هي. تمام، حضرتك بتحبي تناشدي مين؟ مش البلاعه دي طبعا، بس ده اكتر من بلاعه في المدينه. يعني عندكم نسبه عاليه جدا جدا. البلاعات كلها كده. تمام، بنفس الشكل ده الرصيفه معموله والبلاعات بنفس الشكل ده. تمام، طبعا احنا بنناشد وزير الاسكان يجي ويشوف على الواقع، ينزل من مكتبه ويشوفه على الواقع حضرتك. تمام، لان احنا طالبنا رئيس الجهاز ينزل ويشوف، ما سالش فينا ولا سال في ولادنا. تمام، يعني ولاد ده انتوا حضرتكوا هنا ساكنين بقالكم فتره طويله؟ حصل اكتر من حادثه كمان في المواضيع دي. تمام، احنا ساكنين هنا بقالنا 4 سنين، لكن كنا في حي تاني. واربع سنين المشكله زي ما هي؟ زي ما هي. تمام، زي ما هي. تمام، فضلت زي ما هي. ماشي، شكرا استاذه ابتسام، ان شاء الله مع بعض في لقاء اخر، وان شاء الله مشكله استاذه جميله، وان شاء الله يبقى مع لقاء مع بعض.